نيجي امي بتقول روح عبى ماي، بنيجي من عبى ماي من صف دور نقعد ساعة وساعتين ونص ساعة، بالأمرية أكتر بنقعد، إن نعبى مية نقعد أمرب بنلاقيها فيش مية، بنقف دور نقعد ساعتين فيش مية، نرجع بقول لأمي فيش مية بتقعد تقعد لنا يا ماما من وين نشرب إخواتك؟ كيف نعمل حليب لإخواتك؟ والمية هذه هي أصلا الحياة كلها، فيش إنسان بيقدر يقعد من دون مية. لو مالحه لو حلوه برضه عادي، فيش انسان بيقدر يقعد من دون ميه. نيجي بناخذ لنا هالقنيتين هالثلاثه بنيجي بنعبيهم ماي، بنرجع بنلاقيها مالحه. نفسي تخلص الحرب على خير، ما حدش يتضرر منها. كل واحد يرجع لبيته احسن. نرجع حياته زي ما كانت. الوضع صعب جدا، ولا ميه ولا كهرباء ولا اكل ولا شرب، زي ما انت شايف نايمين على الارض وعلى الحصوه، حتى كمان الميه ميه مالحه. عندك اطفال بيشربوا حليب، بنعمل لهم الميه المالحه، هذا خطا عليهم. بنغسل وعينا بنشرب ميه المالحه ولا اكل ولا شرب، يعني بالمره